لكي أنا حدا تربيت ببيت بناكل كتير طبخ، ما بعرف إذا بتفهموا الطبخ يعني الحبوب، بيكل الأكل الصحي الأورجانيك، ما بلقمش، ما بيكل حلو كتير بين الوقعات، بجرب ضل أعمل سبار مش بس للمحافظة على الجسم كمان للنفسية تكون مرتاحة، لأنه كله بيعكس على البشرة وعلى نظرتها. أهم شيء ما نلقمش، وأهم شيء ناكل بتيت كانتيتي، ما ناكل كانتيتي كتير كبيرة. مرات بزعبر يعني بالجمعة بيطلع لنهار، أو إذا مسافرة يمكن فاكانس، ولكن بضل بعمل إذا بديك بالانس. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا أبوني في لاشين يوتيوب.